يمكنك أن تعيش تجربة الظلام هنا بجودة أبدية عاشها البشر لآلاف السنين في الأزمنة السابقة، والآن أصبحت قليلة ويصعب العثور عليها. هناك سماوات مظلمة تختفي حول العالم وهي تستحق الحماية. سكان القرى المماثلة لمواب، تلك المجاورة لمنتزهات وطنية أو أي أماكن فيها سماوات مظلمة، أصبحوا يفكرون في كيف يمكننا استخدام الإنارة بطريقة لا تؤثر على ظلام الليل الذي نحاول حمايته. أعتقد أنه يوجد شيء خاص مؤثر جدا في هذه الطبيعة الصحراوية الشاسعة، وهذا الشيء بالنسبة لي هو الهدوء والشعور بالسكون. مما يجعل هذا المكان مميز للغاية أن هذه الأنحاء هادئة جدا، وهذه الصخور التي تروي لنا قصة غاية في القدم تجعلك تتأمل في حياتك من منظور مختلف، تجعلك تشعر بالتواضع ربما، ولكن بعد أن تعيش تجربة هذه اللحظات الهادئة سيكون هذا جزء مما ستعود به معك إلى البيت كتذكار من هذا المكان، وهذا التذكار لن يضيع منك أبدا. ربما هي غير مسلمة، ولكن أعجبني رجوعها للفطرة النقية للإنسان وحديثها عن الشعور بالتواضع أمام هذا الجمال والهيبة في مثل هذه الأماكن. فهذا خلق الله، وما أكثرها تلك المواضع التي أمرنا فيها الله بالتأمل في خلقه، فسبحان الله.